من جديد على قناة استثمار عارف، شكرا ل 7421 مشترك. النهاردة هنعمل اثبات سحب ثالث لموقع ماي اد اب. الفكرة بتاعت الموقع اللي انت بتستثمر في الموقع، الحد الادنى للاستثمار في الموقع هو $1. بنضغط على كلمة ايداع ونقدر نستثمر من هنا. الاعلانات او اللي انت استثمرته بينزل لك هنا، اول حاجة بينزل لك هنا، بيبقى في المحفظة هنا، بتضغط على كلمة شراء حزم إعلانية. الحزم دي الإعلانية دي اللي انت أودعته ده مثلا $20 أو $50 بيتحولوا لك على إعلانات. الإعلانات دي بتبقى هنا، تمام؟ نقاط الإعلانات الإضافية بيبقوا هنا. كل يوم بتدخل في الموقع بيبقى في هنا 24 مثلا إعلان أو 25 إعلان مثلا، قيمتهم مثلا 0.06 سنت او ايا كان، 10 سنت، 20 سنت، بيبقوا مثلا على حسب انت ما اودعت في الموقع، تمام؟ انت الاذاعة بيبقى هنا، يعني الاعلانات اللي هي المدفوعة بتبقى هنا، والاعلانات المجانية اللي هي بيديها لك الموقع مكافأة، هو بيبقوا 5 اعلانات مثلا بينزلوا لك هنا. يبقى المدفوعات اللي انت بتشوفها هنا بينزلوا لك في المحفظة هنا النقدية، والإعلانات المجانية بينزل لك هنا، تمام؟ بس هي دي فكرة الموقع. بتبدأ تروج رابط الإحالة، بتحصل مثلا على 10% من قيمة الإيداع لكل واحد. أهو بنضغط على كلمة إيداع من هنا، تمام؟ ماشي، بتجيب رابط الإحالة بتاعك هنا وتبدأ تروج لرابط الإحالة بتاعك، تمام؟ احنا النهاردة هنعمل اثبات سحب للموقع، اثبات سحب ثالث، تمام؟ للناس اللي حابة تستثمر مبلغ كبير، تمام؟ يعني مثلا اقصى حاجة $50، تمام؟ لو استثمرت مثلا $20 او $30 مش وحش، لكن الموقع هنا عشان تكسب منه بسرعة فانت لازم تستثمر مبلغ كبير، تمام؟ هنضغط على كلمة سحب من هنا. الحد الأدنى للسحب على البرفكت موني هو $5، تمام؟ هنا هنحدد الكمية، هنرجع تاني بس كده هشوف العدد. طب هنسحب 5.94 سنت، هنحط الكمية هنا اللي هنسحبها 5.94، هنسحب بالبرفكت موني، تمام؟ العنوان بتاعنا ده هنجيبه من المحفظة اهو، هنروح على المحفظة ناخد العنوان بتاعنا من هنا كده كوبي، هنروح للموقع هنحط العنوان هنا وهنضغط على كلمة ويزدرو، تمام؟ هو على كل تحويلة بيقطع مثلا 12 سنت او كده، تمام؟ هو اللي هيوصل لي 67، هو بيقطع 25 سنت. بيبعت لك رسالة تفعيل على الايميل بتاعك، بعد شوية هيبعت لي رسالة تفعيل هوريها لكم، وبعد كده هيبدأ السحب، يبدأ في البندنج وبعد كده يروح على المحفظة. لو احنا نروح للمحفظة هنا كده، انا معايا مثلا 15.17 سنت، تمام؟ احنا عملنا كده ريلود للصفحة اهو، 15.17 سنت. الموقع كويس، تقدر تستثمر فيه، شغال، وفي مواقع يعني في صفحات وقنوات اجنبية بتسحب منه، تمام؟ لحد بس ما يجي لي الايميل، الرسالة اللي انا هقدر يعني اسحب منها، وهو في كود كده هاخده كوبي هنا ونسخ، وبعد كده ويبدأ العملية في البندنج، تمام؟ هعمل يعني اعادة للفيديو وارجع لكم تاني، تمام؟ كده الرسالة اهي، بنضغط على الرسالة من هنا كده، بنضغط على اللينك ده كده وبننسخ الكود ده، لان احنا هنكتبه له في الخانة الفاضية اللي هو
بيقول لنا عليها. هو بس عشان يأكد عملية السحب هنا. تمام، بنروح ونضغط موافق في اول واحدة وخلاص على كده، ونضغط على كلمة كونكت من هنا. تمام كده تم السحب. لو احنا رحنا على السحب كده هتلاقي في البندج من هنا، تمام، وخلاص هيتبعت. الفكرة اللي في الموقع ده بقى كويسة، اللي انت تقدر تودع بيه الدولار وتسحب بالبيتكوين، بس اقل حد للسحب في البيتكوين هو 15 دولار. تمام، لحد ما يجيلي السحب هرجع لكم تاني، هفصل الفيديو وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين هنا كده تم السحب من الموقع والعملية كده بد. لو احنا رحنا شفنا محفظة البرفكت موني هنلاقي ماي اد اب، تمام، بقيمة 5.76 سنت. موقع جميل تقدر تستثمر فيه. بنصح بالاستثمار اقصى حاجة 50 دولار فقط. اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو وانا هرد عليك مباشرة. كان معكم استثمار عرب، شكرا لكم والى اللقاء.